كان حول الأهمية ديال هاد لاكوب ديكسيلونس بالنسبة للكوتش، والكوتش أكد على أنه هو بالعكس عجبو الحال على هاد لي ماتش هادو، لأنه كيقدر يشوف لعابة جداد اللي ما تعطاتهمش فرصة أنه يدخلهم. إيل جو سو لايك يو وونت تو سي ذيم بلاين أندر بريشر، سو بريسيون. هما كيلعبوا دي ماتش بيناتهم في لي كومبلكس، ولكن منين كيدخل يلعب ان ماتش بحال هكا اللي منقول هذا كيقدر يعرف التومبيرامون ديال اللاعب كي داير. دونك بالعكس تعطات فرصه بزاف اللاعبين، باغ اكزومبل وحدين اللي ما لعبوش المره فاتت قال لك عطيتهم كيلكو مينوت بحال ناسي المره فاتت، مونتي كذلك اللي شحال هو ما لعبش عطاه حتى هو يلعب هذا لو ماتش بور لو فيغ بوجي، وهذا الشيء كيخليه انه يعرف لي جوور كاملين التناسق ديالهم بيناتهم. كوم سا في لي بروشين ماتش ان شاء الله كو سوسوا بطوله ولا اون اوتر كومبيتيسيون يكون عارف هذاك لونطونت اللي كتكون بين اللعاب، وتا هو يعرفهم اكثر. مزيان كوتش، فور ذا جول كيبر اوف ذا اذر تيم، يو فايند هيم جود؟ No, I thought he was good, especially on distribution. He's brave, he plays, and when a team has a goalkeeper, that's very good. It's then they have 11 players, you know, and you only got 10. So when they have 11 and you've got 10, it's a superiority that is very, very important to me. ملي كتكون فرقه عندها ان غارديان بوت لي مزيان لي كيديستريبيو مزيان لي تير ديالو كيعطي واحد لو بلوس للفرقه. وي سيغ كاينين 11 لعاب، ولكن لو رول ديالو اي تري امبورطون، وفي هذا الماتش لعب دور اساسي.